السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتي اول مره تدخل القناه ديالي ما تنساش بلصح شارك معايا في القناه وخلي معك واحد لايك وشي كومونتير زوين. بالنسبه للسون ديال هذا النهار هذا غندير لكم ليسون ديال شابه ويا شابه ديال المغني الشاب خالد، ونتمنى تعجبكم هذه ليسون هذه اللي الصراحه زوينه بزاف. وبالنسبه لهم ابونيش في القناه يهبط يتابونا معنا في القناه باش نوصلوا 100,000 ابوني ان شاء الله في اقرب وقت. ويلا خليكم مع هذا الفيديو هذا وبيس عليكم. انا لعبت الاغنيه بالكابو في 3 كازا على حساب النغمه ديال الصوت. انتم عندكم الكابو كلكم تطبقوا على النغمه ديال الصوت فين كتجيكم زوينه في اي كاز، اللي ما عندوش راه يقدر يلعبها بلا كابو. بالنسبه لي زاكورد اللي خدمنا، خدمنا الفا وخدمنا الري وخدمنا الفا وكنرجعوا للمي، ثلاثه ديال لي زاكورد. بالنسبه لاكورد الاولى الفا كيفاش كتلعب، كنديرو الباري في البريمير كاز، كنديرو هاد الصبع هذا في 3 كورد دوزيام كاز، كنديرو هاد الصبع في 5 كورد 3 كاز، هاد الصبع في 4 كورد 3 كاز. بالنسبه لاكورد الثانيه اللي هي الري، كنديرو صبع في البريمير كورد البريمير كاز، صبع في 3 كورد دوزيام كاز، صبع في 2 كورد 3 كاز بهذه الطريقه. من بعد في الاغنيه كنرجعوا للفا، من بعد كندوزوا للمي. بالنسبه للمي كيفاش كتلعب، كنديروا صبع في 3 كورد بريمير كاز، صبع في 5 كورد دوزيام كاز، صبع في 4 كورد دوزيام كاز. دابا ندوزو نشرحوا لافراب ديال الاغنيه، من بعد نشرح لكم الوقت ديالها كيفاش كيتلعب مع لي زاكورد. كيفاش كتلعب، كنلعبوها بهذا الشكل هذا. فراب ملي كتكون مكموله كتجي لها الشكل تحت تحت فوق تشك تحت فوق فوق تشك تحت تحت فوق تشك تحت فوق فوق تشك. نعاودو تحت تحت فوق تشك تحت فوق فوق تشك. لعبوها مع لي زاكورد، كنكونوا شادين الفا كنلعبو تحت تحت فوق تشك، كنهبطو للري كنديرو تحت فوق فوق تشك كما كشفتو. نفس داكشي اللي طبقنا هنا كنطبقوه في لي زاكورد، كنلعبو في الفا تحت تحت فوق تشك، كنهبطو للري كنقلبو الكورد كنديرو تحت فوق 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 تشك، كنعاودو نرجعو للفا كنلعبو تحت تحت فوق تشك، كنمشيو للمي كنلعبو تحت فوق 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 تشك، كنعاودو نرجعو للفا كنلعبو تحت تحت فوق تشك، كنهبطو للري كنلعبو تحت فوق 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 تشك. وهكا كنمشيو لافراب كتمشي بهذا الشكل طول الاغنيه. نلعبوها معكم كومبلي في الريتم. تحت تحت فوق تشك تحت فوق فوق تشك تحت تحت فوق تشك تحت فوق فوق تشك تحت تحت فوق تشك تحت فوق فوق تحت 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 فوق تشك تحت فوق فوق تحت. هذا هي لافراب كتلعب بهذا الشكل هذا.
دابا غندوزو نشرحو بالنسبه للوقت ديال الاغنيه كيجي لها الشكل هذا. كنكون شادين الفاك على بويا شابا، كنهبطو للريكو نديرو يا شابا، كنرجعو للفا يا شابا بنت بلادي، كنقلبو للمي بنت بلادي، كنعاودوها يا شابا يا شابا يا شابا، كنقلبو المي بنت بلادي، كنمشيو ديك المقطع الثاني كنديرو يا حواجبك مقرونين، كنهبطو للري يا عينك نايمين ويا، وكنمشيو هكا على طول الاغنيه. هذا هو الشرح ديال اليوم، ونتمنى انه يكون عجبكم. ما تنساوش انكم تهبطوا لتحت ابونا فلاشين، وخليكم معكم واحد لايك باش تشجعوني وتدعموني اكثر. يلا بيس عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.